كل مداخلة اليوم محسوبة علينا، كل كلمة أنا بقولها أو زملائي في مجلس الشورى بيقولونها أو النواب محسوبة علينا وستطرح في 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 الشورى وستطرح في الإعلام. لذلك لا يعني لا أتفق مع الشيخ عادل فيما يتعلق بتضخيم الإعلام، أننا نتهم الإعلام. يعني خل نركز على كلامنا، أكثر من تصريح مستفز قد يكون من مجلس الشورى وحتى من أحد أعضاء النواب والوزراء أيضا. إحنا اليوم على الساحة الإعلامية نركز شوي على تصريحاتنا، خاطرنا نسمع مجلس الشورى يتكلم عن البحرنة، يتكلم عن الإسكان، يتكلم عن الشعب الشارع، وشوفوا شلون الإعلام بيركز عليها. مجرد يطلع أي عضو شورى بيتكلم اليوم وبيدعم أطروحات البحرنة وهموم الشارع البحريني، متأكدة أن الإعلام راح ياخذ هذا الترند وبتشوفون أن الشارع بيتفاعل معاكم. وأخيرا أنا بس حبيت أشكر جلالة الملك المفدى على مشروعه الإصلاحي اللي اليوم قاعدين نعيشه ونقطف ثماره بوجود غرفتي الشورى والنواب والحق الدستوري هذا والحق السياسي اللي للوطن اللي قاعد يمارسه المواطن. فيعني اليوم احنا ما ننتقص من دور مجلس الشورى، دور مجلس الشورى جدا مهم. احنا اليوم محتاجينكم اعضاء مجلس الشورى على اساس ان تساعدونا في ايجاد حلول للمشاكل اللي يعاني منها الشارع. شكرا.